تحتاج لإعادة. فالصور النموذجية هي الصورة الخلفية الأمامية والأمامية الخلفية والصورة الجانبية. الصورة الأمامية الخلفية المريض يقف أمام تيوب ظهره، يعني الخلفية الأمامية التيوب خلفه والكاسيت بيحضن كاسيت مثل ما يحضن الشخص عزيز، أو مثل ما احنا شايفين الصورة يضع اليدين بالخصرتين ويعمل تقريب الكتفين إلى الكاسيت من شان نبعد احنا شو اسمه السكابولا ظل الكتف الوحشي. انت تعرفون اكثر شيء ان التراكب مع ظل الكتف، وذلك يكون يدي المريض بالخاصرتين مثل شايفين، ويقرب ويلصق صدره بالكاسيت بشكل متناظر ويقرب الكوعين للكاسيت بشكل متناظر. هون نبعد ظل الكتف عن الساحة الرئوية، المسافة لازم تكون 183 سنتيمتر، يكون هون ظل القلب أقرب ما يكون للطبيعة، مثل لما تكون أنت حاط إصبعتك قدام اللمبة، كل ما قربت إصبعتك لللمبة بشو يصير تكبير لظل للشدو تبع الإصبع، وكلما كان أقرب للحيط إصبعتك بيكون هو أقرب للطبيعة. هلا في مخططات راح تشوفونها ونفهم النقطة بالتفصيل. شايفين القلب موجود بالأمام من الساحة من الصدر، وذلك الصورة الخلفية الأمامية يكون القلب أقرب للكاسيت وعلى بعد 183 سنتي أو 6 أقدام، يكون البعد الحقيقي أو الأقرب ما يكون الطبيعي. وراح ندرس كيف نقيس المشتر القلب الصدري بالمئة فما دون عند الكبار ونقبل 60% عند الصغار. اللي بعده هلا ممكن ناخذ اماميه خلفيه المرضى الاطفال، ترى الاطفال ما بنحسن نتحكم فيهم، وذلك ناخذ صوره اماميه خلفيه. مرضى العنايه كمان ما بنحسن نتحكم فيهم، مريض العنايه يستطيع العنايه فهو ناخذ بذلك دائما صوره اماميه خلفيه. في بعض العلامات ممكن نميز بين الصوره الاماميه والخلفيه، ولكن هذا غير مهم. وبشكل عام لما نشوف صوره اماميه خلفيه يكون غالبا المريض يا طفل يا مريض عناية مشددة. في الصورة الجانبية دائما الصورة الجانبية لما نشوف آفة على الصورة الأمامية الخلفية، حتى نحدد هل الآفة أمامية أو خلفية بنعمل صورة جانبية. إذا كانت الآفة بالجهة اليمنى فيكون نضع الجانب الأيمن أقرب للكاسيت، إذا كانت الآفة على الجهة اليسرى فدائما مثل ما حكينا من شان ظاهرة التكبير حكينا عنه قبل شوي، فأنا أخذ الجهة المصابة هي أقرب للكاسيت، الجهة المصابة أقرب للكاسيت. المريض بيرفع يديه بهذا الشكل مثل ما شايفين بالصورة، وبيأخذ شهيق عميق. دائما الصور الصدر تأخذ بالشهيق العميق إلا في بعض الحالات النادرة مثل ابتلاع جسم أجنبي ممكن نأخذ بالزفير، أو حالات الريحة الصدرية الهيموثوركس فناخذ صوره الهيموثوركس ناخذ صوره زفيريه، خاصه اذا كانت كميه الريحه الصدريه صغيره. في ثلاث معايير ممكن ندرسها لدراسه الصوره الشعاعيه، هو الدوران الروتيشن والنفوذية ودرجة الشهيق. الدوران دائما بالنسبة للدوران المفصل القص الترقوي يبعد عن الناتئ الشوكي بالفقرات بمسافة متواسية، وذلك دائما إذا حطينا خط ناصف على القسم
النواتج الشوكية للفقرات، فيكون البعد عن المفصل القص الترقوي متناظر تماما. هذه أول نقطة. دوران كيف نحافظ أن المريض ما بيدور، المريض نخليه يضغط حتى السيدة، نخليها تضغط الثديين على الكاسيت، وذلك بحيث أنه نعمل تسطح بالبرانشيم للثدي. في مرات يكون الحلمة أو أفا الثدية بتبين معانا بالصورة على شكل بولمونري نجول، وتعطينا خطأ بالتشخيص. أنا شخصيا صار معي شفت عقدة رئوية بولمونري نجول، وعدت الصورة نفس الشيء، فرحت أعمل الطبقية، طلع هو وظل الحلمة السيدة مرضى. إذن الدوران أحيانا يكون السيدة مستأصلة تدي على كلنا، إحنا نعمل تناظر الصورة بحيث يكون صدر المريض متكاسد، درجة الثقة العميق المريض نخليه، أو نعمل تجربة قدامه نأخذ نفس، يأخذ نفس عميق ونقول له حبسه ويقطع النفس. أثناء قطع النفس إحنا نأخذ الصورة، وهذا المريض ما راح يفهم عليك لأنه ما هو طبيب ولا هو فني، وذلك المريض يفهمه ونعمل التجربة قدامه. كيف نقيس إنه لا أرجع الصورة قبلها بالنسبة للشهيق العميق؟ حسب عدد الأضلاع، شايفين التناظر الأضلاع، نقيس الأضلاع الأمامية لازم يكون 7 عند الأضلاع الأمامية، و9 إلى 11 بالأضلاع الخلفية. إذا عدينا بالجلسات العملية نشرحها بشكل مفصل. النفوذية بنطلع على الفقرات اللي خلف الرغامة، راح يبين معنا 3-4 فقرات. هلا هي في قاعدة راح نذكرها بكل محاضرة وراح نتذكرها، في عندنا 5 كثافات شعاعية: كثافة الهواء، وزنه الذري خفيف وأخف شيء، وذلك تخترق الأشعة السينية، وذلك تصل الأشعة السينية وتعطينا اللون الأسود، الشحم أثقل من الهواء بشوية الوزن الذري، وذلك أو الزيت هون بالمخطط حاطينه إياه، وذلك يطلع باللون الرمادي. الماء طبعا، الماء لما نقول ماء دائما تشوفون بعض التقارير الشعاعية تقول إنه الكثافة الشعاعية بطبيعة مائية. كثافة شعاعية بطبيعة مائية هذا لا يعني إنه هي ماء، فقد تكون أم دم، فقد تكون عضلات، فقد تكون ماس كتلة، كتلة نسيجية. فلما نقول خاصة بصورة الصدر البسيطة لأنه ما في تمايز، بنشوف ظل العضلات وظل القلب وظل الأبهر كل نفس الشيء أبيض، هاي نسميها كثافة بطبيعة مائية. يجينا العظم الكثافة الرابعة، ويجينا الأجسام الأجنبية يكون أكثر شدة، كثافة عالية جدا فوق 1000، النظام فوق 200 كثافة. كثافة الهواء ناقص، كثافة الشحم ناقص، والكثافة الصفر هي شو لازم تكون برأيكم؟ هي كثافة الماء. وذلك الماء كل ما كان رائق أكثر بطمانة تقريبا للدرجة الصفر، وذلك من الصفر للعشرة يصنف كثافة الماء هاوسفيند، ومن إذا كان فوق 20-30 يكون كثيف قيح أو سائل كثيف عكر يعني، وذلك ترتفع كثافته. اللي بعده درجة الشهيق مثل ما حكينا، لا الست أضلاع أمامية فوق الحجاب الحاجز، و10-11 خلفية فوق الحجاب الحاجز. هاي بنعدها شباب بكرة العملية، شايفين الأضلاع كيف عدينا تحت، بنعد الأضلاع الأمامية تكون 6-7، أو من 10-11 تكون الخلفية مقيسهم. هنا إذا كان هاي الأضلاع فوق الحجاب نات المريض آخر نفس عميق. درجة الشهيق والنفوذية مثل ما حكينا، درجة الشهيق أو النفوذية شو بدها تكون؟ نطلع الفقرات الأربعة والخمس الصدرية خلف الرغامة، من الرغامة تكون بينة بشكل واضح، بينما فقرات خلف القلب ما بتكون بينة، بتكون بشكل أشباح فقرات. هون بنقول إنه درجة النفوذية أو هل
الصورة محروقة، هل الفنية نقص الصورة نعطي أشعة زيادة، هذا هو المعيار كثير مهم نعرفه، لأن أحيانا ما يظهر عنده فن نفاخ رئوي بين الرئتين السوداء، هذا لا يعني صورة محروقة. وأحيانا المريض بديل وعنده وذمة الرئة ويبين معنا الصورة بيضة، هذا لا يعني أنه الأشعة خفيفة. كيف نقرأ صورة الصدر؟ في عندنا حوالي 10 نقاط سجلوهم بالترتيب وحفظوهم. إن أنا بكرة مثلا بالامتحان قل لك قرأ لي صورة الصدر، قل لي أول شيء بنطلع على البرانشيم الرئوي، هل هو متجانس؟ إن أنت أحيانا بالبيت بتدور عن شغلة وتلاقيها، وأحيانا تتدعثر فيها لأنك ما بدك إياها، فأنت إذا دورنا على شغلة راح نلاقيها، إذا ما دورنا عليها ما راح نلاقيها. ولذلك أنا كيف نقرأ، في عندنا 10 نقاط لازم أو 10 أو 11 نقطة نحفظهن بدهن بالترتيب، إذا حفظناهن ودورنا على كل واحدة منهم بصورة الصدر ما راح. أول شغلة هي الساحتين الرئويتين، هل نشوف الساحة الرئوية متجانسة، هل في كثافات بيضاء، هل في كثافات سوداء، هل في عدم تناظر. الشغلة الثانية بنشوف السرة الرئوية. السرة الرئوية طبعا هي مؤلف من القصبات، مؤلف من الشرايين والأوردة الرئوية والعقد اللمفية، تقريبا تقيس حوالي 14 نقيس من حافة القلب، تكون مقعرة للوحشي بالعادة أكثر من 14 أو أكثر من 2 سنتيم، يقول إنه في ضخامة. نشوف إذا في احتقان بالبرانشيم الرئوي. الشغلة الثالثة إذا طلعنا أول شيء على البرانشيم الرئوي، نطلع على السفرتين الرئويتين ونشوف حواف القلب. إذا السفرتين تكون مقعرة للوحشي، تكون بالإنسان الطبيعي حوالي 14، يقول في ضخامة أكثر من 2 سنتي، أحيانا يكون في احتقان، أحيانا مرض الارتفاع التوتر الرئوي، فأكثر من 2 سنتي من الضخمة من القيس السرة الرئوية نكون في ضخامة بسرتين. حواف القلب في الجهة اليسرى في عندنا 4 حواف، الحافة الأولى هي قوس الأبهر، الحافة الثانية هي الجذع الرئوي، والحافة الثالثة هي الأذين اليسرى، والحافة الرابعة هي البطين الأيسر. بالأيمن في عندنا، شايفين في عندنا 4 كثافات، بالأيمن في عندنا 3 كثافات، الأجوف العلوي والأجوف السفلي بالنصف هو الأذين اليمنى، البطين الأيمن راح يبين معنا لأنه موجود بشكل. الشغلة الرابعة نطلع عليها قياس المشهر القلب الصدري، دائما المشهر القلب الصدري كثير حساس لفرط الحمل الوعي القلبي، الأمراض القلبية، بنرسم خط على الخط الناصف النواتج الشوكية، ونرسم الخط بعمودي عليه من أبعد نقطة للبطين الأيسر، والخط A أبعد نقطة من الأذين اليمنى، ونجمع الخط A زائد B على C، شوفنا برانشيم الرئوي من حافة الضلع لحافة الضلع، أعرض منطقة بالصدر هي القاعدتين، بنقسمه لازم يكون 50% أو أقل عند الكبار بالسن و 60% عند الأطفال. لذلك يا شباب دائما أنا شفت خلال التجربة المشهر القلب الصدري حساس، لأنه بين ما تنكسر المعاوضة والمريض مثلا مدخن أو عنده COPD أو عنده تضيق الشرايين إكليني قلبي، فبلش القلب بيعاوض، يعني المريض مثلا طلع درج عادي بيعاوض القلب، مثل لما الرياض لما يلعب طابة فتضخم عضلاته ويتضخم القلب. كثير مش انا كثير مرضى بيجينا عندهم زلة تنفسية وعنده ضخامة مشان القلب الصدري، ابعث طبيب قلبية بالايكو ما بيبين معه، ليش؟ لان لسه ما انكسرت المعاوضة. كثير مهم مشان القلب الصدري اذا كانت الصورة الوعية مأخوذة بشكل نموذجي بعد 183 سنتيمتر خلفية امامية شهيق عميق، ونقاس مشهر القلب الصدري. اللي بعده الشغلة الخامسة هي الحجاب الحاجز. كثير مرات يجينا مريض مشان صورة الصدر فيطلع عنده ايش، يطلع عنده مثلا هلال غازي. كثير مهم لازم نشوف قبتي الحجاب الحاجز، قبة الحجاب الحاجز الايمن
أعلى من الأيسر حوالي 2 سنتي. السبب ليس الكبد ولكنه هو السبب. القلب يتكئ أو يرتكز على الحافة اليسرى لقبة الحجاب الحاجز الأيسر. ندرس جيب الضلع الحاجزي، هل هناك انغلاق من العادة مدبب في انصباب أو في أي كثافة؟ ممكن الجيب أو الزاوية الضلعية الحجابية أو الجيب الضلع الحجابي. كثير مهم ندرس الرغامة. الرغامة تكون على شكل خط أو انبوب أو أسطوانة مليئة بالغاز سوداء تبين معنا. تكون الخط الناصف تميل للأيمن بشكل قليل. في عندنا العمود في ندرس الباتش بون باتش أو الصندوق الصدري أو الصندوق العظمي للصدر. ندرس السكابولا الكتف الترقوة الفقرات. ندرس الأضلاع. ندرس القبتين الحجاب الحاجز. ندرس مناطق النسج الرخوة اللي موجودة بالأبط، شايفين مناطق نسج الرخوة وتحت الترقوة وفوق الترقوة أو في الأبط أو فوق الترقوة. صورة الصدر الجانبية. صورة الصدر الجانبية نتأمل الأحياز النيرة أو السوداء، نقصد بها المسافات السوداء المهوة دائما يصير في تراكم ظل المنصف والقلب. فعندنا ثلاث أحياز خلف القص وخلف القلب والحيز أمام العمود الفقري أو خلف الرغامة. في نقطة كثير مهمة، الفقرات الصدرية. الفقرات الصدرية صراحة كل ما نزلنا للأسفل تكون أوضح. ليش؟ لأن برانشيم الرئوي بالقاعدتين يكون عريض، اختراق الأشعة أعلى، وذلك تكون فقرات واضحة بقاعدتي رئتين. كل ما طلعنا الأعلى بشكل تدريجي يخف كثافة الفقرات. آخر شيء بالكتفين وبيبين معنا الفقرات الصدرية الأولى والثانية. ليش؟ لأن تراكم ظل. وذلك لما نشوف تكثف أو عدم ارتسام الفقرات الصدرية السفلية معناته في عندنا كثافة في إحدى قاعدتي الرئتين تحجب ظل الفقرات. لذلك الفقرات تكون بالقاعدتين واضحة. كل ما طلعنا الأعلى تكون أقل وضوحا. ليش؟ بسبب كثافة أو أعرض ما يكون برانشيم الرئوي بقاعدتين تخترق الأشعة بشكل جديد، وذلك ترتسم الفقرات الصدرية السفلية بينما الفقرات الأولية لا ترتسم بسبب قلة أو البرانشيما الرئوي يكون ضيق بقمتين رئتين، يكون عندنا ظل الكتفين والأنسجة الرخوة، وذلك الأشعة ما بتخترقها وتمتصها، وذلك ما بتبين معنا الفقرات. وكل ما نزلنا للأسفل تكون الفقرات واضحة أكثر. لما تنقلب الآية يكون كل ما نزلنا للأسفل في تكثف في عدم وضوح، معناته في عندنا كثافة بقاعدتين رئتين هي تعمل معنا حجب الفقرات. الطبق المحوري، الفحص الذهبي، الفحص الذهبي يا شباب لدراسة الصدر هو الطبق المحوري. إذن هو الفحص الذهبي هو الطبق المحوري. الطبق المحوري يدرس البرانشيما الرئوي بنافذتين، نافذة منصفية نسميها، ذلك نحرق البرانشيما الرئوي تبين معانا المنصف والفقرات وظل الثديين والأضلاع مثل ما انتم شايفين. النافذة الثانية هي النافذة البرانشيمية، شايفين هنا. ففي عندنا دائما ستاندر مثل مسطرة بالطبقي أو كونتراست تكون أو النايف ويندو لاينج ويندو يكون معنا برانشيم الرئوي واضح بينما المنصف. ودائما الطبق المحوري لازم ندرسه بنافذتين.
يعني محاضرة صغيرة راح أبعث لكم. إحنا حالياً عن إحنا وزملائكم نترجم كتاب عن أشعة الصدر حالات شعاعية. راح أعطيكم شيء 20 صفحة عن كيفية قراءة صورة الصدر. اللي حاب يتفصل عن تشريح صورة الصدر السلامة الطبقية أو بالأشعة. وفي عندنا شيء ميت حالة حالياً إحنا بطور الترجمة يعني صراحة. محاضرة كثير صغيرة بس كثير مهمة وكثير راح نعتمد عليها بالمستقبل. يعني أنت لما حط لك صور الصدر أول شغلة تقول هاي صور الصدر خلفية أمامية مثلا وقول لك قرأ لي هاي صورة الصدر. نشوف إحنا أهم شيء يا شباب نتعلم كيف طريقة التفكير. ألو يا شباب في سؤال؟ فأول شيء بدرس أنا يهمني كيف أنا أفكر. فأول شيء ندرس برانش هذا برانش في كتابة ولا لا. ندرس بعدين السورتين الرياويتين في ضخامة ما في ضخامة في عقد في ضخامات. ندرس بعدين الأقواس القلبية في عندنا 4 أقواس باليسار 3 أقواس باليمين. ندرس الحجاب الحاجز. ندرس الرغامة. في نقطة كثير مهمة هي الصفيحة جانب الرغامة هي مكان شائع. إذن بارة راتشيل الصفيحة جانب الرغامة بليت بارة راتشيل بليت مكان شائع لتوضع ضخامة العقد الليمفية خاصة في طبق الصدر أو مرض الليمفوما أو مرض السل. سماكتها 3 مليمتر. متى ما زادت الصفيحة جانب الرغامة أكثر من 3 معناته في عندنا مشكلة. هاي كمان ضيفوها للعشر نقاط اللي حكينا عنهم. بندرس الجيب الظل الحجابي. بندرس المشتل القلب الصدري. بندرس الحيز النير فوق الترقوة وفي الأبط. شايفين الجيب الظل الحاجزي. وندرس الرغامة هل يوجد انصباب أو لا. وندرس سورتين الرئويتين والأوعية الرئوية. لبكرة بتشوفون بالمستقبل نشوف انقلاب التروية. على كل نكتفي بهذا القدر. إذا حدا عنده أي سؤال حدا عنده سؤال ممكن يسألني. في نقطة كمان تحت قبتي الحجاب الحاجز لازم ندرس والبحث عن إيش عن الهلال الغازي. بكرة كل حالاتها راح تمر علينا ومع التسلسل اللي تكون معنا سهلة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية شباب. دكتور السؤال معلش. تفضل. بس المقطع الطبق المحوري ما فهمنا منه شيء. يعني إذا في سامة أشرنا على المعالم الرئيسية. يعني هون إحنا ما دخلنا الطبق المحوري. هو يستخدم جهاز يستخدم الأشعة السينية بياخذ مقاطع مثل الخيارة لما نقطعها فيه. بالنسبة للصدر نافذتين نافذة برانشيمية ونافذة منصفية. النافذة البرانشيمية ندرس البرانشيم الرئوي. والنافذة قصدي تشرحنا على الصورة. يلا يلا ماشي. أنا ما بعرف إذا في عندنا هون قلم ولا لا. أذكر بالشوف كان في عندنا قلم. يا شباب هاي صورة طبقي محوري. تمام. صورة طبقي محوري مع إيش؟ مع الحقن. شايفين الأبهر أمام الفقرة؟ بين عليكم الأبهر. إيه تمام. الأبهر أمام الفقرة أمام جسم الفقرة. هاي كل إن شاء الله بكرة تشريح الصدر وتشريح الدماغ وتشريح البطن راح ندرسه بالعملي. أنتوا لا تستعجلون علينا. شايفين في مثل تشويش الأبهر الصاعد ومثل تشويش هو عبارة عن تكلس الشرايين الإكلينية في نقطة لماعة مثل النجمة. إيه تمام.
البين أسود هو البرانشيم الرئوي، الأضلاع مبينة بشكل نقاط، شايفين هاي الصورة لسيدة وسيدة كبيرة بالعمر، شايفين في نقص في كثافة الفقرات. البرانشيم شايفين الثدي عبارة عن شحم، ففي استحالة شحمية دليل أنها ختيارة كبيرة بالعمر. انصباب جانب ما في انصباب جانب، راح يبين معانا بشكل كثافة مائية بأسفل الرئتين. فإن شاء الله راح ندرس بالتفصيل تشريح الصدر، عندي 20 صفحة ندرس تشريح الصدر. حط لي الصورة الثانية، وين الصورة الثانية البرانشيمية؟ هنا شايفين نفس المقطع، ولكن أخذنا حرقنا المنصف وركزنا فقط على البرانشيم الرئوي. إذا تشوفونها ويندوز بالطبقيات، ويندو أو لينك، تحط ويندوز تحط لينك هنا برانشيم الرئوي. وين شايفين نشوف الأوعية لماعة في حقن ضمن برانشيم الرئوي. تقل كثافة الأوعية كلما اتجهنا نحو المحيط. أحيانا بالصمة الرئوية بنشوف نقص الأجسامات الوعية، بيبين معنا إذا في ريح صدرية كمان يبين معنا، إذا في انصباب جنب كمان بيبين معنا. فمبدئيا هي التعليق على الصور.